السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شي واد حبيب الغاوي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم بيتزا بدون فرن بواحد العجينه اللي هي سحريه، وصراحه كتجي واحد العجين او بيتزا رائعه بزاف، هشيشه وفي نفس الوقت رطبه، ويعني كتجي مقرمشه يعني رطوبية والقرمشة في نفس الوقت، يعني كل شيء مجموع فيها وبدون فرن بدون تعب، واحد العجينة اللي هي سحرية، ويعني ما فيها لا حليب لا بيض لا زبدة لا حتى حاجة، مكونات بسيطة. غادي نحضروا هذا العجين هذا اللي كيجي أكثر من رائع، كيف كتشوفوا معايا وكتسمعوا أن القرمشة حاضرة ورطوبية حتى هي، من البيتزا كتبان فاش كنكونوا كنهزوها كتبان رطبة. بسم الله البنات، غادي نحتاجوا ليها، عندي هنا نصف كيلو ديال الدقيق الابيض ديال الفرص، غنحتاجوا معلقه ديال الزعتر، وغنحتاجوا معلقه صغيره ديال خميره فوريه، والقليل ديال الملح تقريبا نصف معلقه صغيره. بالنسبه لهذا الزيت هذا فالقياس ديال 6 المعالق ديال الزيت، وغادي نحتاجوا الماء الدافي باش نخلطوا العجين ديالنا. بالنسبة للعجينة البنات فكتكون عجينة خفيفة بزاف بحال ديال الشفنج، وما كان عجنو عاش فقط كنجمعوها، يعني ما كاين لا دليك لا حتى حاجة، يعني بيتزا كتوجد في أقل وقت ممكن وحتى مجهود، يعني ما فيهاش مجهود. بالنسبة لهاد العجينة البنات غادي تقدروا أنكم توجدوا كمية كبيرة وتطيبوا وتحتفظوا به في المجمد ديالكم، وقت ما بغيتوه كتلقاو البات بيتزا ديالكم راها واجده عندكم في المجمد، يعني بدون تعب صراحه كتبقى مزيانه اطول مده ممكنه. صافي هذا هو القوام ديال العجين، باش عجنتو كيولي خفيف غادي ندهنو بالزيت وغادي نغطي عليه ونخليه كيخمر حتى كيضعف الحجم ديالو، تقريبا نصف ساعه هو قد ما ارتاح قد ما كتجي العجينه ناجحه وصادقه معكم. صافي انا غادي ناخذ يدي وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت، والعجين ديالي بعد ما اختمر غادي نخرج فيه هذا الهواء اللي كيكون فيه، يعني كتشوفوا معايا العجين بحال اللي دلكناها، هو صراحه فقط جمعناها وهنا ما فيهاش حتى شي تعب. خديت واحد الزيف رشيته مزيان مزيان بالدقيق، لان هاد العجين راه كيلصق في اليدين، فقط درت الزيت باش ساعدت. بالنسبه لنص كيلو ديال الدقيق فعطاتني 6 ديال لي بات، يعني كبارين نوعا ما، يعني بحال بيتزا القياس ديال البيتزا اللي كنشري فرديه هما اللي كيخرجوا لينا، يعني 6 ديال الحبات. صافي غادي نكور العجين ديالي كامل وغادي نوضعو جانبا. مباشره كنوضعو المقله ديالنا كتسخن فوق البوطه، وغادي نرشو المكان اللي غادي نطلقو فيه العجين ديالنا مزيان بالدقيق، لان هاد العجين راه كيلصق في اليدين، ضروري انكم يعني ترشو مزيان بالدقيق، وما يصلحش انها تقرص بالزيت، لان غادي يجيكم بحال يعني غايجيكم العجين في شكل يعني بحال يعني بحال السفنجيه مطاطيه، وكتزيدوا تقرصوها بالزيت وكطيبوها. حنايا بغينا العجين ديالنا يخرج لنا بات بيتزا يعني بلا فران، وفي نفس الوقت يعني ما كتكونش فيها الريحه ديال الزيت. صافي غادي نقرص العجين ديالي وغادي نحاول نقرصو رقيق بزاف. على هذا الشكل هذا، وغادي نحاول انني نثقبو بالفرشيط، وغادي نوضعه في المقله اللي هي ساخنه بزاف، غادي نخليها تقريبا واحد دقيقه ونص حتى كدير لي هاد الفقاعات هادو اللي كتشوفوا معايا. ضروري من هاد الطريقه هذه هي السر باش ينجح لكم الخبز ديالكم ديال البيتزا. صافي بعد ما يعني كدير لي هذوك الفقاعات كنقلبها على الجهه الاخرى، واحد 30 ثانيه كنعاود نرجعها للجهه اللي وضعتها فيها في الاول، باش من تما كطيب، يعني الجهه اللي كيكونوا فيها الفقاعات هما اللي كنطيبوا، باش حتى ملي نرجعها باش تكمل الطياب ديالها، يعني دوك الفقاعات ما يتحرقوش لينا في القاع ديال المقله.
فضروري انكم تردوا البال لهاد الطريقه هذه. صافي هنا بعد ما طيبت بات بيتزا ديالي كنحصل على هاد العجين هذا اللي شفتو معايا، يعني عجينه ناجحه بزاف وتنفعكم يعني في الكونجيلات وقت ما بغيتوها كتلقاوها. هنا غادي ندوز باش نحضر معكم الحشوه اللي باش طيبت هاد البيتزا ديالي. هنا خديت الكروفيت اللي غادي نشحرها في شويه ديال الزيت البلديه مع شويه ديال الملح والابزار، يعني تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. بالنسبه لهاد الحشوه هذه فهي اختياريه، هنا نفس المقلاه فقط زولت الكروفيت ودرت المطيشه ديالي اللي خديتها وحكيتها، جوج ديال المطيشات كبار مع شويه ديال الزعتر شويه ديال التحميره شويه ديال الملح والابزار، وغادي نشحر كل شيء مزيان. بعد ما غادي نضيف عليه واحد تقريبا معلقه ديال الزيت البلديه. صافي غادي نشحرهم جيدا، وغادي ناخذ واحد المعلقه ديال الطماطم مركزه وغادي نخلطها في شويه ديال الماء بارد ونضيفها على لاصوص ديالي باش كتختار وكتعطيني اللون. صافي هذه هي الحشوه ديالنا او الصلصه ديالنا بعد ما وجدت، وغادي ناخذ الجهه اللي طيبه في داك لاباط هي اللي غادي نوضع عليها الصلصه ديال لاصوص بيتزا، وغادي نوضع الموتزاريلا بهذا الشكل هذا، وغادي نعمر بالكروفيت. هنا البنات لكم الاختيار باش ديروا الفلفله ديروا الزيتون ديروا البصله ديروا القرعه خضراء مشحره حتى هي راه كتجي في البيتزا لذيذه بزاف. المهم البنات لكم الاختيار، انا فقط درت داكشي اللي كيتكال عندي في الدار، وحتى اللي متوفر يعني اللي متوفر عندكم اكثر راه تقدروا ديروه. وبالنسبه للحشوه ممكن انكم ديروا حتى الدجاج ديروا الطون ديروا الكفته، المهم اي حاجه عندكم راه تعمروا بها البيتزا ديالكم. ممكن انكم تعمروها فقط بالخضر. هنا خديتها وحولتها لديك اللي شفتو معايا باش كنزلها في المقلاه، وغادي نغطيها بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للعافيه البنات ضروري تكون ناقصه على المتوسطه باش البيتزا كتجي طايبه وفي نفس الوقت كتبقى مقرمشه وداك الفرماج كيذوب وما تحرقش لكم الا جهدتوا العافيه، فغادي تحرق يعني والطياب ديالها غيجي مخطوف وما غاديش تجيكم مقرمشه. ولكن الا نقصتوا العافيه مزيان يعني ناقصه بزاف غادي تجيكم يعني قاصحه، من الاحسن انكم ديروها ناقصه على المتوسطه باش كتحصلوا على بيتزا اللي هي يعني كيف ما بغيتوها كتجي رطبه من الفوق وتجي مقرمشه من التحت، وحتى داك الفرماج كيجي وديك المكونات يعني كتاخذ وقتها باش كتطلق البنه ديالها في البيتزا. صافي هنايا وانا كنطيب هذيك درتها كطيب كنوجد هكا يعني حتى كنسالي الكميه اللي غادي نحضر ديال البيتزا، وكتكون عندي البيتزا ديالي سريعه وسهله بزاف يعني في ظرف قياسي كتوجدي البيتزا ديالك، يعني ما كاينه فران لا حتى حاجه. الصراحه واحد الطريقه كتنفع بزاف بزاف في البيتزا، يعني وما كايناش شي فرق زعما انها طيب في الفران ولا في المقلاه. صافا البنات هذه هي البيتزا ديالي بعد ما كطيب كتشوفوا معايا جات محمره من التحت واخده اللون ديالها اللي هو رائع والطياب اللي هو جيد. صافي هنايا شفتوا معايا يعني رطبه باش زيتها بديك الملعقه راها يعني باينه رطبه وفي نفس الوقت هشيشه من التحت يعني ومقرمشه ما كتبقاش يعني معجنه. هنا سمعوا معايا البنات القرمشه ديالها وانا كنقطعها، وشفتوها معايا فاش هزيتها يعني رطبه وفي نفس الوقت فيها القرمشه. كنتمنى البنات ان يكون عجبكم الفيديو وتجربوا الوصفه وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب، وإلا كنت اول مره تشاهدوا قناه شيوات وتدابير حبيبي الغاوي تشتركوا فيها وديروا تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد الفيديوهات، وشكرا بزاف على المتابعه والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.